أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بكت العيون وحارت الأكوان وجل الفؤاد وحاجت الأحزان ألحى كبير القوم كوت ملائلا رب الملا فابتلت الأجفان رحل الأمير فذاك خير جماعة كأس الهموم وعمهم خسران قالوا مضى الشيخ المهيب فمن لنا عونا إذا ما نابنا الحدثان من للهدى من للمجالس فيصلا من للأنام إذا بدا العدوان من للمصائب حين تبدي نابها من للسلامة ترتجى وتصان تبكي معاهد كيرلا وديارها في فقده قد فاتها السلوان كدمير عمة ظلمة وغيابها لما أتاها النعي والفقدان كدمير تبكي والدا وعميدها كانت به تعلو العلا وتصان من ذا هو الشيخ العلي وجاهه لا يرتجى بخلت به الأزمان من ذا هو الولد الكريم لشيخنا يدعى بكتم لا تعاظم شان ولجابنا عاد الولي لبنته زوج كريم زانه الإحصان هو نسلكم المسليار حفيده وإليه سار لعلمه الركبان ولربع كالم باد كان مسودا في رأسه تاج العلا معوان لسمستكانك قاعد لجيوشها أسد الحروب وفي الوغى شجعان رجل ولكن ليس مثل رجالنا رجل مضى معه مضت أزمان رجل ولكن ليس مثل رجالنا رجل مضى معه مضت أزمان